عفوا مو هون استوديو الانوار؟ مزبوط، كان استوديو الانوار بس هلا محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبسورة؟ نعم يا سيدي، انا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله، مين حضرتك ولا صغيرة؟ انا عادل ابن ابو عادل درخوجة، وكنت اجي لعندك انا واخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين، ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة، والصور طلعت بتجنن كمان. تذكرتني؟ ايه والله تذكرتك. اهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادل. بس ليش هيك حضرتك قالب دكانتك؟ يعني معقولة المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا استاذ عادل، ظروف. يعني حضرتك ما عدت اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس اخي؟ والله يا اسف يا استاذ عادل، التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى؟ شو السبب؟ القصة طويلة يا استاذ عادل. بس هذا عرس اخي يعني، ونحن بصراحة حاطين كل ثقتنا فيك. اسف حبيبي، يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما راح اروح. طيب ليش؟ ممكن اعرف السبب معلم نوري؟ طبعا اسف لالحاحي، بس بصراحة صار عندي فضول حتى اعرف. اخي شغلة التصوير بطلناها، هجرناها، لعناها، وانا حالف يمين معظم ما مد ايدي على كاميرا واخذ صورة لحدا طول ما انا عايش بالوطن، هيك لحتى موت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري، سلامتك. بس يعني يا ريت اعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ ايه والله حابب، لانك بصراحة شوقتني. اتفضل احكي لك، تفضل. يلا. شايف هالكاميرا هاي؟ اي نعم. هاي من اشهر الكاميرات العالمية، هي من التوب 10 الموجودة بالعالم. الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كأني شايفها مكسورة. ايه نعم يا سيدي مكسورة، وراح احكي لك ليش مكسورة. والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مدة 4 سنين كنت قاعد بالمحل بأمان الله وعم اشتغل. مرحبا أبو خالتي. أهلين فاروق، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. إلك ولا للديب؟ خاصة الديب أمور. معناتها امشي معي بسرعة، امشي. لو ما بدي امشي؟ أبو ضرار الوكيل الأول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له أخباره وين ما راح وين ما إجا. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون، وبالصدفة شفت أبو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له إنك فنان ومزوق، أما قال لي بعت لي إياه، جيب لي إياه بسرعة، بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ ولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه، بقى امشي تحرك خلصني، خذ كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يلا. اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ ايه نعم سيدي، واسمه نوري طبشورة. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنة بهالمهنة. عظيم. فإذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل ما لك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك، انا خلال فترة قصيرة جدا راح نط وصير بمركز مهم جدا، لذلك لازم اثبت نشاط وحيوية من هلا. بدي اياك تلحاني على الدعسة، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلا. وانا جاي على الدوام بكير، وانا عم ودع ضيف كبير او عم بستقبل ضيف كبير، انا عم بتفقد احوال موظفين بالدائرة، وهي الصور بدي اياك تبعت لي اياهم على الجريدة، وانا راح اربط ونسق بينك وبين الجريدة كمعتمد من قبلي بهذا الشأن. هذا من جهة. من جهة تانية انا راح اعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، واذا ترفعت لمنصب اعلى لك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلا. يلا خذ لي كمبوز وانا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني استاذ. فاروق دخل المواطنين. حاضر. وصرت يا استاذ عادل المصور الخاص لابو ضرار وكيل المحافظ، وصرت الحقه محل ما بيروح والقط له صور وابعتها للجريده. شي وهو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها ابو ضرار ياتي الى الدائره مبكرا. وشي وهو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحتها ابو ضرار يوقع معاملات المواطنين. شي وهو عم يقرا جرايد، كتبنا تحتها ابو ضرار يقرا ويتابع باهتمام اخبار الوطن والعالم. وصورته كمان يا استاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحراره ودموعه عم تكرج على عرض خدوده.
وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم، وصورته وهو عم يصلي وراء الإمام وراه مباشرة بالأوقات الخمسة، وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. آخ بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمض فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. ألو، أهلين أبو وفي. بده إياك المعلم أبو ضرار فورا. بس هلأ ساعة واحدة بعد نص الليل وأنا عندي شغل. إن شاء الله يكون الصبح، تعا فورا. طب قل له اني عم حمض له فيلم ملجأ الايتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك انت ما بتفهم؟ شو؟ لحظة بس. لك بس لك. لا المس الصبات. لك لا اخذ الجاكيت. يا اهلا وسهلا بمصورنا العظيم. أنا استشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا. وليش ما أجيت فورا لما خبرك سكرتير أبو وفيق؟ ولا سيدي كنت عم حمد ال... كذاب! أنت واحد كذاب! سيدي الله الوكيل، كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي أخذت لكم إياه اليوم لما زرتوا دار العجزة وملجأ الأيتام. ولك أنا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير ما نشوف صوتي بالاجتماع وأنا نايم؟ ولك الله يخرب بيتك، لك كيف قلت لي كيف؟ شوف! طيب سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب! ولك انت واحد كذاب، اكيد في حدا مصلتك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام للسيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره، واكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها؟ شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله اللي بقى هي الكاميرا يلي صورتني فيها؟ نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف، هاتوها. دخلكم يا سيدي مشان الله، هالكاميرا غالية كثير. على مهلك مشان الله. إذا بتريد سيدي الله يخلي لنا اياها. هاجروا. أي! وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق. يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم اني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة، واشتريت هالكاميرا وقلت بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب ادنه فانوس. المهم اكرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف، وصرت اخذ صوره لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافوره او بركه المي وعم يرمي خبز للبطاط، صوره لرجال بيحب الاثار جنب تمثال بحديقه المتحف، صوره لشخص عن جامع السلطان سليم. وعلى هالمنوال صرت اشتغل، ومضى 2 شهر على هالحاله وانا مبسوط ومروق، لا عم اقرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس اخ يا استاذ عادل، شو بدي اقول لك خير؟ شو صار معك؟ شي جديد؟ يا سيدي بليلة من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت اتمشى وانا راجع لبيتي تعبان وقلقان. خطر لبالي بالصدفة اني امرق بطريقي على واحد قرصون بيشتغل بملهى القط الاحمر حتى اعطيه صور الهوية اللي وصاني عليها، ودخلت الملهى يا استاذ. سعيد ابو توت هون؟ نعم مستودع، ممكن تاخذ لك كم صوره؟ اسف الفيلم خلص وما معي افلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شريف. يا
ابو الكاميرا هونيك؟ لا انا؟ لك ايه انت؟ ليش في حدا هون بالمحل اسمه ابو الكاميرا غيرك؟ يلا تعال المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب قرب. انت يا ابو الكاميرا خذ لي كم صورة تذكارية مع المدموزيل. لك شو بك؟ خلصني سيدي. انا اسف، الفيلم خالص وما معي افلام. كذاب، انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم ما معي. ها شوفوا، ها خالص الفيلم يا سيدي. ولك انت ما بدك تفهم بالذوق. حاضر حاضر سيدي، امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا. حاضر. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ لك الصور يلي صورته اياهم امبارح بالليل بالملهى شو بنا؟ بس انا ما اخذت الصور للمعلم، هي لمعه فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعه، لمعه فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضيه ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعد لعند المعلم. لحظه لك لحظه، لا اقفل المحل. بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله ما لي بخبي شيء، والله ما لي بخبي شيء. الشغله كانت لمعه فلاش. ولك انت ناوي تساوي لي فضيحه مع الرقاصه يا كذاب؟ يا سيدي انا لك انا مش كبريهات، انا كنت واقف عم افحص، عم انصح الرقاصه تبطل الشغله. الله وكيلكم ما اخذت لكم صوره يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم؟ اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساويه امبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس. الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما راح أصدقك قد ما حلفت. خذوه عملوا له اللازم لحتى يقرون مخبي الصور. امشي لورجيه. صدقوني يا جماعة لمعة فلاش، لك لمعة فلاش بس. امشي. مين انت؟ ارجيني وشك لشوف، ارجيني وشك. حاضر استاذي حاضر. مين انت وشو عم تساوي هون؟ قسما عظما يا استاذ، اني درويش ومغلوب على امري. صحيح انا مون بن بني الانس، بس صدقني اني مأهور من جوات قلبي. انت شو اسمك؟ شيطان ابليس عبد الرحيم العبقري. وشو عم تعمل هون؟ شو بدي اعمل يعني؟ قاعد عم ألطم وأندب وأتحسر وتمرمر. وليش بقى؟ شو السبب؟ السبب وعدم المؤاخذة هو ثقتي العمياء ببني الإنسان. تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلقوا، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثقوا. طيب ممكن تحكي لي قصتك حتى أعرف إذا كنت ظالم ولا مظلوم؟ عود عود. ما أمرك أستاذي، رح أعود. بس لا تقول سبحان من بدل غزلاني بقرود. لا لا ولا يهمك، ما رح أقول. لا بتقولوا أنتم معشر البشر، وبتقولوا كمان إذا حضرت الشياطين هربت الملائكة، مع أنه للشياطين فضل كبير على كتير ناس. بقى شو سبب هالعداوة من قبلكم اتجاهنا وكأنه نحن حرف صائد؟ شو سبب هالضغينة والحقد المصبوب علي أنا شخصياً وكأني قدامكم عزرائيل أو إسرائيل؟
طيب في شخص معين خذلك او مثلا ما طلع موضع ثقتك؟ طبعا في، لكن ما في. هو صحيح انا الشيطان الرجيم اللي فضل كبير على مسؤولين كبار بهالبلد، بس هالانسان يلي ببالي مجنني، مطير لي عقلي من راسي وحارمني لذة النوم. الله يحرمه لذة الفوت للجنة مثل ما حرمني يا ربي يا حق. ومين هالانسان بقى؟ يعني ما بتعرفه؟ لا والله ما بعرفه، مينو يعني؟ حبيب قلبك مراد بيك اللي عم يعمل حفلات راقصة وعم يطعميكن لوز وسكر ومسك وعنبر. شو هالحكي؟ مراد بيك؟ نعم هو بذاته، والله لا يورده. يعني هلا أنت في علاقة بينك وبين مراد بيك؟ آخ آخ، علاقة وبس، قول صداقة، قرابة، أخوة صميمة. اسمح لي يا شيطان، أنا ما عم صدق أداني منوب. وليش مالك مصدق بقى؟ يعني عدم المؤاخذة، مراد بيك رجل فاضل وإنسان مستقيم والكل بيشهد له بهالشي. بقى شو جاب الطهارة للقزارة؟ ولك يا محمود، مو اسمك محمود أنت؟ بلا، اسمي محمود. أنا يا محمود بقزارتي المعهودة قدرت اتغلغل بأعماق الإنسان وقلبت له حياته فوقاني تحتاني، والمسكين صار يسمع لي، صار يستعين فيني بالشاردة والواردة، وصرت بالنسبة له الخل الوفي، بيأتمر بأمري وبيطلب مني المشورة عند الضرورة. معقول؟ معقول مراد بيك يكون تلميذك؟ ومن إمتى صار هالشي؟ صار لي راكبه أكتر من 25 سنة. والله ماني عم صدق. قلت الحصدعني انت التاني، وليش لحتى ما تصدق؟ ايه انا ضليت زن بعقل ادم حتى ياكل التفاحه وطالعته من الجنه، بقى راح اعجز عن هالبني ادم. يعني اذا انا حطيت ابوه تحت باطي، فكرك راح يعجزني هذا الارباطي؟ لا ارجوك لا تحكي هيك عن مراد بيك، الرجل له افضاله الكبيره على هالبلد وخاصه بمجال التنميه والاقتصاد. التنمية والاقتصاد، قال يا مراد الاقتصاد الوطني، هل تقول لي كيف أصبحت غني؟ لم تهاجر، لم تتاجر، لم ترث عن أبيك الكري غير الرسني. هلا لا تعود تخبص بالفصة، أنا ما بسمح لك بنوبة. وليش لحتى ما تسمح لي يا بخش القلب؟ دفاتر الزلمة عندي، ولا فكرك الغني فرفور وزنبه مغفور؟ ما بثرائي يسود كل مسود مثر، ولكن بالفعال يسود. طيب فهمني فهمني، شو عامل معك الزلمة؟ آخ يا محمود، آخ وألف آخ، قصتي مع هالإنسان قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. لا يبطرنك من حرير موطئ، فلرب ماش في الحرير تعثرا، وإذا الزمان تنكرت أحداثه لأخيك فاذكره عسى أن تذكر. لك هلأ قيمنا من الشعر وقلي شو قصتك مع مراد بيك، نطفت لي قلبي. ها أخي، الشعر اختصاصي، ويا مراكب شعراء، حتى المعري الله يرحمه كنت أركبه، لأني أنا شيطان الشعر. المهم شو قصتك مع مراد بيك؟ يا سيدي سيء الذكر، مراد بيك كان اندبوري معتر، بيسوى قشرة بصلة إذا غلي سوقه، فقير مبهدل شرشوح قميء زليل، بس للأمانة والتاريخ الشيطاني كان عفيف النفس، وأنا هدول تبع عفة النفس كتير بيستهوني، لأنه بعرف سلفا أنه قدامي شغل كتير حتى أفسدون. وأنا بكره عيش بطال، فقلت لحال يا ولد ليش ما بتصاحب هالإنسان؟ وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، يقول لا إن قلت أنت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يعني كنت عم تدور على شخص يطيعك ويجي معه؟ إيه نعم، وبيوم من الأيام مل مراد من هالتعتير وما عاد عنده صبر، وبلحظة ضعف منه استنجد فيني وقال لي أنا يا شيطان بدي صير غني. قلت له ليش يا حبيبي؟ قال لي لأنه بصراحة لما آنست عنده ضعف ركبته فوراً. المهم قال لي شعر كنت راكب صاحبه لما قاله، قال لي يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها،
وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابسا نبحت عليه وكشرت أنيابها. طيب وشلون ساعدته أنت؟ الحقيقة كان هو عم يشتغل أجير سكافي، وأجره يلي بياخده من معلمه غير كافي، وسوست له بشطارتي حتى يسرق من معلمه. وشلون سرقه يعني؟ يعني كان يصلح صرامي بالسر ويحط الغلة بجيبته، ودائما كان يقول لمعلمه السوق دائر وما في زباين، ولما قلعوا معلمه اشتغل موظف صغير بالجمارك وشغلته كانت كشاف، فوسوست له بعبقريتي حتى ياخد رشوة من أصحاب البضايع ويمشيلهم شغلهم، يعني كاسات الكريستال كان يكتب عليها زجاج درجة 10 وعلى المقاييس. ومراد بيك كان يرضى معك دائما؟ المسكين نفسه ضعيفة وإيمانه هش، وأنا بحبهم كتير لهدول تبع الإيمان الهش. الزلمة صار معه قرشين نضاف بفضلي، وتعين بعدها مدير مؤسسة الإسكان المتحدة. هالحكي صحيح؟ مراد بيك كان مدير مؤسسة الإسكان المتحدة؟ المهم إجا بده يعمل شريف، ما قدر، لأني لما استنجد فيني هرولت لعنده، قدمت له مشورتي. وشو كانت مشورتك بقى؟ قلت له يزور عقود، يتلاعب بالصفقات، وسوست له حتى يجيب من برا آلات منسقة وخرطة للكب وسجل أسعاره بالعالي والغالي. ايه وما حدا اشتلق عليه؟ هو لما فاحت ريحته نقلوا دن 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 من نقلوا دن دن دن، وبالمؤسسة الثانية وسوست له حتى يهرب حشيش بقلب أنابيب المي، وصار عنده ثروة للكذب وحده بوحده. ايه وبعدين؟ بعدين يا محمود صار عنده أموال ومال كانات، وصاروا يحلفوا براسه قسم، وأكبر عملية نصب عملها كانت بفضلي أنا. شو هي؟ خليته يحرق ناقلات البترول تبعه وبسخرني أنا شخصيا حتى أحرق له إياها، وكانت تقدر بمئات الملايين، ملايين الدولارات. ايه وشو الفائدة يعني؟ الفائدة انه كان مأمن عليها بمبالغ خيالية، ودفعت له شركات التأمين مبالغ التأمين وهي عم تضحك وتلعب. العمى معقول؟ مثل ما عم قلك، والجريمة الكبرى اللي عملها كانت من تصميمي انا العبد الفقير. انو جريمة؟ الجريمة كانت ادخال مواد تموينية فاسدة منتهية الصلاحية من عجنات مرتديلا ومواد حافظة ومأكولات الأطفال ملوثة. قسما بالله أنا مستغرب، معقول يا شيطان يكون وصل لهالثروات ولهالمكانة المالية المرموقة بفضلك؟ لكن بفضل مين؟ طيب لنفترض جدلا أنه هذا الكلام مزبوط، أنت ليش متضايق؟ ليش مزعوج؟ معلوم بدي أزعج يا أخي. أيوة لأنه طلع أرزل منك. يا أخي بيقول المثل رب تلميذ فاق أستاذه. لا 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 لا، مو هذا الموضوع منوب. لكن شو الموضوع؟ أخ يا محمود أخ، الموضوع بيتعلق بقلة الوفاء وانعدام الولاء. ذهب الوفاء وذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب، وقلوبهم محشوة بعقارب. يعني أنت زعلان لأنه ما عزمك على الحفلة؟ فشر ورصاصي خلعربته، إن شاء الله عمره ما يعزمني. لك كان شو وجعه؟ شوف ناكر المعروف والجاحد الجميل شو كاتب على الفيلا تبعه اللي اشتراها من أيتام قصر بنص ثمنها، شوف بعينك. Ha 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 ha!